السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحصة ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون مهمة بزاف، وغادي يخصكم تشوفوا الحصص اللي قبل باش تقدروا تتبعوا مع هاد الحصة مزيان. هاد الحصة هادي غنتكلموا فيها إن شاء الله على درس ديال الاتصال. غادي ندوو على الاتصال في نقطة، الاتصال على اليمين وعلى اليسار ديال واحد النقطة، الاتصال على مجال، مجال مفتوح ومجال مغلوق، العمليات على الدوال يعني جمع دالتين متصلتين، الجداء الخارج كذلك، مقلوب ديال دالة متصلة، الضرب ديال دالة متصلة في عدد، وصورة مجال بدالة متصلة إلا بغينا نحسب الصورة ديال واحد المجال، اتصال مركب دالتين، وفي الأخير غنتكلمو على المبرهنات القيم الوسطية. ندوزو الاتصال في نقطة ونشوفو الخاصية شنو كتقول. إلا بغينا نبينو واحد الدالة متصلة في واحد النقطة إكس زيرو، خاصنا نحسبوا لها لا ليميت في ديك الاكس زيرو ونشوفوها واش كتساوي الصوره ديال هذيك اكس زيرو. بمعنى نشوفوا واحد المثال وغادي نفهموا اكثر. عندنا هاد الداله معرفه على هاد الشكل هذا، الصوره ديال زيرو هي زيرو. دابا طلبوا منا نحسبوا الاتصال ديالها في النقطه اكس زيرو ايكال زيرو. دابا هما عاطينا هاد الصوره هادي اف دو اكس زيرو اللي هي اف زيرو ايكال زيرو. حنا دابا غنحسبوا لا ليميت ديال هاد اف دو اكس فاش اكس غادي تمشي للصفر، ونشوفوها واش كتساوي صفر. الا كانت كتساوي صفر راه يديرها متصله في صفر، الا ما كانتش كتخالف صفر راه يعني غير متصله. اول حاجه اللي كنديرو في لا ليميت هي كنعوضو ونشوفو واش كاين عندنا شكل محدد ولا شكل غير محدد. الا عوضنا هنا بصفر غتعطينا جذر واحد اللي هي واحد، واحد ناقص واحد صفر، والصفر لتحت راه هي صفر. صفر على صفر راه شكل غير محدد. دابا الا بغينا نتهناو من الشكل الشكل غير محدد، وعندنا هنا عندنا جذر كيف ما قلنا خاصنا نضربه في المرافق. فاش نشوفوا الجذر نضربه في المرافق، المرافق ديال هذا العدد هذا اللي جذر اكس او كار بلس ان ناقص واحد راه هي جذر اكس او كار بلس واحد. هنا في بلاصه ناقص كتولي زائد واحد، هذا هو المرافق، يعني غنضربه الفوق والتحت في نفس العدد. فاش غنضربه في المرافق الفوق والتحت، هنايا راك تولي عندنا متطابقه هامه، ا ناقص ب عامل ا زائد ب كتساوي ا او كاري ناقص ب او كاري. هادشي كامل تكلمت عليه في الحصه اللي قبل، يعني غتولي لينا هاد الراسين هذا او كاري غادي يمشي الراسين مع الكاري، غتبقى لنا اكس او كاري بلس ان موان واحد او كاري راه هي واحد، غتمشي واحد مع واحد، وغتبقى لينا واحد الاكس غنقدروا نختزلوه مع واحد الاكس هنايا لتحت. غتبقى لنا النتيجه على هاد الشكل هذا، اكس على الراسين اكس او كاري بلس ان زائد واحد. دابا غادي نعوضو بشكل عادي ونشوفو واش كاين شكل محدد ولا شكل غير محدد. صفر الفوق والتحت صفر زائد واحد، الراسين ديال واحد راه هي واحد، زيد عليها واحد هي لا عفوا هنا جوج ماشي راسين جوج. المهم صفر على جوج راه هي صفر. اذا لا ليميت ديال ديال الداله اف دو اكس فاش كتمشي اكس لصفر راه كتساوي الصوره ديال صفر نفسها كيساوي صفر، اذا الداله راها متصله في صفر. دابا غنشوفو الاتصال على اليمين وعلى اليسار ونشوفو الخاصيه ونشوفو واحد النتيجه. الا بغينا نبينو واحد الداله متصله على اليمين ديال واحد النقطه، كنحسبو لا ليميت ديالها على اليمين وكنشوفوها واش كتساوي الصوره ديال هذيك النقطه نيت. الا كانت كتساوي راها متصله على اليمين. بالنسبه للاتصال على اليسار نفس الشكل، كنحسبوا لا ليميت في اليسار ديال هذيك النقطه وكنشوفوها واش كتساوي الصوره ديال هذيك النقطه نفسها. واحد الاستنتاج هنا غادي نخرجوا به، انه الا كانت الداله متصله على اليمين ومتصله على اليسار راه كنستنتجوا انها متصله في هذيك النقطه كامله. نشوفوا واحد المثال ونشوفوا الدوال هنا كيفاش كيغيكونوا معرفين. مثال ديال هاد الداله هادي اللي معرفه بهذا الشكل، كاين اللي غادي تخلع ولكن غادي نفهموها كيفاش. هاد الداله هادي دابا قالوا لنا نحسبوا لها الاتصال في النقطه ناقص جوج، يعني غندرسوا الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار. غنفهموا هاد الداله هادي كي دايره. هاد الداله كتكون غاديه في واحد المجال معرف على واحد الشكل، على هاد الشكل هذا، حيت في المجال موال انفيني ناقص جوج هنايا اكس مهما يكون اكس صغر من ناقص جوج، هذا هو المجال اللي فيه اكس صغر من ناقص جوج هنايا، يعني معرفه بهاد الشكل. من ورا ناقص جوج غادي تقلب وجهها غادي تولي معرفه بواحد الشكل اخر اللي هو اكس او كاري بلس جوج اكس ناقص 3 اللي هنا عاطينا هذا الشيء. هذاك اللي خلانا نعرفوا هذه متصله هنا ولا متصله هنا هي هذا الاكس كبر او يساوي ناقص جوج، اكس صغر قطعا من ناقص جوج. المهم دابا عرفنا الداله فين فين معرفه، عرفنا بعدا التعريف ديالها فين كاين. دابا اول حاجه
غادي نحسبوا الصوره ديال ناقص جوج. الا بغينا نحسبوا الصوره ديال ناقص جوج في نظركم فين هي الداله اللي في المجال اللي معرفه فيه داخله فيه ناقص جوج؟ هنا كيف ما كنشوفوا ناقص جوج راه ما كايناش هنا، ولكن في هذا المجال هذا راه ناقص جوج داخله. ولا لاحظتوا هنايا كاينه واحد اكس كبر او يساوي ناقص جوج، يعني الداله اللي غنحسبوا فيها الصوره راه هي هذه ماشي هي هذه. يعني الا بغينا نحسبوا اف ديال ناقص جوج هنا وحده غنستعملوا هاد اف دو اكس لي فور، يعني اف ديال ناقص جوج نعوضوا بناقص جوج في اكس، ناقص جوج او كاري اللي هي 4 زائد جوج في ناقص جوج اللي هي ناقص 4، 4 ناقص 4 راه هي زيرو، ناقص 3 كتساوي ناقص 3. دابا حسبنا الصوره، دابا غندرسوا الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار، نشوفوا واش متصل على اليمين ونشوفوا واش متصل على اليسار. نشوفوا المثال الاول. المثال الاول غادي يطلبوا منا ندرسوا الاتصال ديال واحد الداله على ار بلس. الداله هي هذيك تكتب على هذا الشكل هذا. اول حاجه خاصك تعرف الداله اش من نوع من الدوال باش تعرف باش تخدم. هذه راه داله حدوديه، كنت تفكروا ان في الخاصيات كاينه كل داله حدوديه متصلة على R، يعني أي دالة حدودية راه متصلة على R. لدينا هاد الدالة هادي متصلة على R، علاش؟ حيت راه حدودية، هادشي راه الخاصية اللي كتقول هادشي. إذا حنا بغيناها متصلة على هاد R بليس، بما أنها متصلة على R راه متصلة على R بليس، حيت هاد R بليس راه غير واحد الجزء من R، R راه واحد المجال راه من موان لانفيني لبليس لانفيني، بحيث هاد اير بليس هذا راه من زيرو بليس لانفيني، يعني ما حد متصله في اير كامله راه غتكون متصله في اير بليس بزز منها غتكون متصله. المثال الثاني درس اتصال الداله التاليه على المجال جوج بليس لانفيني. شوفوا هاد الداله اول حاجه كيف ما قلنا نشوفوا اش من نوع من الدوال، غنعرفوا انها داله جذريه لان عندنا داله حدوديه على حدوديه، هادشي هذا كيعطينا راه داله جذريه. نشوفوا الخاصيه اش كتقول، كل داله جذريه راه متصله على مجموعه ديال التعريف ديالها، متصله على مجموعه تعريفها. اول حاجه غادي نشوفوا مجموعه التعريف ديال هاد الداله هادي، نحسبوها. مجموعه التعريف كتكتب على هاد الشكل هذا، دي دو جي اكس كتنتمي لار. شنو اللي خاص هنا؟ الشرط اللي خاصنا يكون على هاد الداله هادي، هاد داكشي اللي في المقام يكون كيخالف الصفر، اكس موان زان تكون كتخالف الصفر، هادشي كيعني ان اكس تكون كتخالف واحد. نحولوا هادشي للمجال. شنو كتعني اكس كتنتمي لار؟ بشرط ان اكس تكون كتخالف واحد، يعني اكس هي ار كامله ولكن حي محرومه من واحد. غنرجعوا هذا الشيء للمجال، هي موالان فين واحد، ونفتحوا المجال، واحد راه ما داخلش، اتحاد واحد بليس لانفيني، واحد راه ما داخلش. اذا جي حسب العلاقه راه متصله على هذا المجال هذا كامل. بما ان داك المجال اللي بغاونا نحسبوا ليه اتصال، بغاونا ندرسوا الاتصال عنده اللي هو جوج بليس لانفيني، راه ضمن هذا المجال دي دو جي. كيفاش غنعرفوها؟ ها هو المجال اللي بالاحمر راه هو المجال ديال مجموعه التعريف، اير كامل حيد منه واحد. المجال اللي بغاونا ندرسو الاتصال راه فيه الاتصال راه هو جوج بليس لانفيني، هو هذا المجال بالخضر. بما انها متصله على هذا المجال الاحمر راه متصله على هذا، لان هذا راه ضمن هذا المجال هذا. اذا الداله الجي راه متصله على جوج بليس لانفيني. نشوفوا دابا العمليات على الدوال المتصله. ندير واحد التعريف لتكون اف و جي دالتين متصلتين على واحد المجال اي وك عدد حقيقي. الدوال اف بليس جي و اف و جي و ك فوا اف راه متصل على ال على اي، بمعنى انه الا كانت عندنا واحد الداله متصله اف واحد الداله اخرى جي متصله على واحد المجال اي، راه المجموع ديالهم راه هو متصل على داك المجال اي، والضرب ديالهم كذلك راه متصل على اي، والضرب الثاني ديال العدد في داله متصله راه هو كيبقى متصل على اي. اذا كانت جي لا تنعدم على اي فان المقلوب ديال داك الجي راه متصل حتى هو على اي، و اف سيغ جي راه يعني متصل على اي، متصل هنا متصلتين المقلوب والخارج ديال اف على جي. نشوف واحد المثال ندرسو الاتصال ديال واحد الداله على واحد المجال اير بلس. اول حاجه هاد الداله كيف ما كتشوفوا راها مركب ديال واحد، راها ماشي مركب، راه يعني راه كيف ما كنقولوا ما نقدروش نحددوا النوعيه ديال هاد الداله، ما نقدروش نقولوا على هاد الداله راه حدوديه، ولكن الا لاحظتوا راه كتشكل من واحد المجموع ديال واحد الدالتين، بحيث هاد الداله الاولى اكس وكار بليس ان راه حدوديه، والداله الثانيه هذه راه فيها الراسين دو اكس، يعني هاد الشيء كامل هذا راه واحد الجمع ديال واحد الدالتين. دابا غندرسوا الاتصال ديال الداله الاولى والداله الثانيه على هاد اير بليس، نشوفوا باش نقدروا نستنتجوا ان المجموع ديالهم راه متصل على داك المجال اير بليس على حسب التعريف. دابا نشوفوا الحدوديه. كيف ما كتعرفوا الحدوديه راه قلنا متصله على اير كامله، حيت شي داله حدوديه.
اذا راه غتكون متصله على المجال اير بلس، يعني اير بلس راه ضمن اير، راه واحد الجزء من اير. دابا غنشوفوا الدلاله الثانيه اللي هي جذر اكس. حسب واحد الخاصيه درنا قبيله، راه جذر اكس متصله على اير بلس، جذر اكس راه متصله على اير بلس. هنا ما عندناش هذا السطر، هذا ماشي غلط، هذا ماشي غلط، غير زيد. بما ان هذه متصلة على اير بلس، هاد الدالة جذر اكس متصلة على اير بلس، وهاد الدالة اكس او كار بلس ان هي متصلة على اير بلس. كيف ما قلنا الجمع ديالهم راه متصل على اير بلس، وبالتالي غادي نكونوا جاوبنا على السؤال ديالنا. دابا غنشوفوا صورة مجال بدالة متصلة، غنشوفوا كيفاش نعرفوا نحسبوا الصورة ديال واحد المجال. غير هو راه كاينه واحد القضية هنا ديال الرتابة، اللي هي تزايد، واش الدالة تزايدية ولا تناقصية. غادي ندوف من بعد، هي راه قريتوها في السيزيام، وغادي نهضروا على هذا الشيء هذا في الدرس ديال الاشتقاق. المهم حنا غنفهموا الصورة ديال هذا المجال بواحد الشكل سطحي. من بعد راه غادي مع التمارين والحصص الماجيين ان شاء الله راه غادي نفهموا مزيان كيفاش نعرفوا الرتابة ديال واحد الدالة، واش تزايدية ولا واش تناقصية. الى عندنا واحد المجال مغلوق ا بي و اف دالة تزايدية، بغينا نحسبوا الصورة ديال هاد المجال هذا بهاد الدالة اف. اول حاجة كيف ما كتشوفوا، اذا كان مجال مغلوق راح كنحط الصور ديال اف دو ا والصورة ديال اف دو بي. هذه في الحالة ديال تزايدية، الحالة ديال تناقصية غنشوفوا حاجة اخرى. احنا ندوا على الحالة ديال تزايدية، الا قلنا كاين المجال مغلوق راه كنديروا اف دو ا اف دو بي. الى المجال تفتح في واحد الجهة راك تولي لا ليميت، لا ليميت ديال اف دو بي ديال اف دو اكس، بحيث اكس فين كتمشي، كتمشي اليسار ديال بي، ها اليسار ديال بي هو هنا، والبلاصه اللي مغلوق فيها المجال راه كنديروا الصوره. كيف ما كتشوفوا ثاني هنايا مفتوح المجال من الجهه ديال ا، كنديروا لا ليميت اليمين ديال ا، ها اليمين ديال ا، حتى شي ا جات هي الاولى هنا اليمين ديال ا، والبلاصه اللي فيها مغلوق كنديروا الصوره ديال بي اف دو بي. هنا مفتوح من البلايص بجوج، يعني كاين غير لي ليميت، لي ليميت في ا بليس، وهنا لي ليميت بي موان. هنا ثاني مغلوق من الجهه ا، كنحسبوا غير الصوره اف دو ا. بليس لانفيني راه مفتوح، يعني راه كنديروا لا ليميت في بليس لانفيني. بالنسبه للتناقصيه، التناقصي هذا الشيء هذا كيف ما فهمتوه هنايا مغلوق مفتوح، كيف ما فهمتوه كيفاش ما عرفتوا كيفاش كديروا لي ليميت وداك الشيء، هنايا غيولي مقلوب ديال هذا الشيء هذا كيتقلب. الا كانت اف تناقصيه راه هنا كنديروا الصوره ديال اف دو بي هي الاولى، الصورة ديال اف دو ا، هادشي هذا كنقلبوه مع بعضياش، متجيش اف تناقصية. هنا كانت عندنا اف دو ا هنا الليميت، كتولي العكس، كتولي الليميت هي الاولى هنايا، كتولي اف دو ا هنا، هادشي كامل كتقلبو. يعني غير فهم غير حاجة وحدة باش متكترش على راسك العلاقات، فهم حاجة وحدة اف تزايدية، وفي الحالة ديال اف تناقصية راه غتولي تقلب. يعني فهم غير انت فاش كيكون المجال مغلوق كتحسب الصورة ديال هاديك النقطة، ولا كان مغلوق تاني من الجهة الأخرى تحسب الصورة ديالها. البلاصه اللي كيكون مفتوح منك كدير لا ليميت، وكتشوف واش البي على حساب الا كانت في هذا الطرف هذه راه كدير لا ليميت في بي موان، الا كانت في هذه الجهه هذه الاولى راه كدير اللي عندنا في هذه الحاله راه كدير لا ليميت في ا بلس، وفي لانفيني راه ثاني لا ليميت، حيت في لانفيني راه مجال مفتوح. هنا نشوفوا ثاني شي حالات اخرين اللي بحال الشكل ديال ثاني اللي كنا كندوي عليه دابا. هنا كيف ما قلنا المجال في الحاله، حنا كندوي على الحاله ديال التزايد ديال التناقصيه، راه كيف ما قلنا غير العكس، حنا نفهمو غير تزايدية والتناقصية راه غتولي غير تقلب، هادشي هدا تولي تقلب. هنا قلنا المجال مفتوح من الجهة ديال أ، يعني كنديرو لا ليميت في أ بليس مفتوح، وهنا تاني مفتوح يعني لا ليميت. فاش كيكون مفتوح راه كندوي غير على شي حاجة سميتها لا ليميت، فاش كيكون مغلوق راه نقدرو نديرو الصورة في البلاصة اللي مغلوق فيها. هنا أ مغلوق من هاد الجهة هادي كنديرو الصورة ديال أ. الجهة ديال موان لانفيني راه مفتوح، يعني كنديرو لا ليميت في موان لانفيني. الجهة تاني هنا ديال موان لانفيني مفتوح، الجهة ديال أ مفتوح تاني، يعني الا كان مفتوح راه كنديروا لا ليميت ما كنديروش الصوره. ها فين كاين الفرق؟ ار ار راه هي موال انفيني بليس لانفيني، راه مفتوحه من جوج بجوج، يعني كنديروا لا ليميت. وبالنسبه لاف تناقصي كيف ما قلنا كنقلبوا هادشي، خاصك تفهم غير حاجه وحده وتبقى تخدم على الشيء الاخر، ماشي تبقى تحفظ هادي ولا تحفظ هادشي، ما تيتحفظش هكا راه كيتفهم. اول حاجه تفهم كيفاش هاد وقتاش مغلوق اش ندير، والصوره ولا لي ليميت وقتاش اللي كان المجال مفتوح من واحد الجهه، والحاله ديال التناقصيه راه غير كتقلب. الا لاحظتوا هاد الشيء هذا غير الا قلبنا
هاد لا ليميت مع هاد لا ليميت كنحطوها هنا في الحالة ديال التناقصية. تاني هنايا اف دو ا عندنا هنايا كتولي هنايا كتقلب اف دو ا هادي كتولي هي الاولى ولا ليميت في مولا فين كتولي هي الثانية. هادشي غنشوفو ان شاء الله من بعد غير تاخدو عليه فكرة. نشوفو دابا الاتصال ديال المركب دالتين. دابا اذا كانت اف دالة متصلة على واحد المجال اي، ركزوا معايا، اف دالة متصلة على مجال اي والجي متصلة على واحد المجال جي، بحيث واحد الشرط اف ديال اي الصورة ديال هذاك المجال اي. وفاش كندو على الصورة راه كندو على هاد الحس هاد الفقرة اللي دوينا عليها دابا قبل، الصورة ديال هذاك المجال اي تكون ضمن هذاك المجال جي. كنستنتجو ان المركب جي غون اف راه متصلة على المجال اي. باش نفهمو مزيان هادشي غندير واحد المثال. وفاش كندوي على المركب راه غالبا كندوي على الراسين، حيتاش الراسين ديال شي دالة راه كيكونوا مركب ديال دالتين. احنا غنفهمو كيفاش. قالك بين ان الدالة التالية متصلة على ار، ار في هاد الحالة ار راه هو اي. في هاد الحالة على حساب التعريف هنا كاينين متصلة على اي في النتيجة متصلة جيغون اف متصلة على اي، اير عندنا هنا في هاد الحالة راه هو اي. دابا غنشوفو حنا كيفاش نوضعو جي وكيفاش نوضعو اف. الا لاحظتو هاد اش دو اكس كيف ما قلنا راه مركب ديال واحد الدالتين. شنو هما الدالتين؟ اللي هما جذر جذر ديال اكس مع هاد الحدودية هادي اكس او كاري زائد اكس ناقص واحد. جي غادي تكون نوضعوها هي جذر اكس و اف هي الدالة الحدودية اكس اس 3 بلس اكس موان ز. باش نفهمو شنو هو جيغون اكس، جيغون اكس هي جي ديال اف دو اكس، يعني في بلاصه ديال اكس كتعوض اف دو اكس. الا عوضنا اف دو اكس في بلاصه ديال اكس هنايا اش تعطينا؟ اش تعطينا هاد الداله اش. دابا غنطبقوا التعريف، نشوفوا الداله الحدوديه بعد اف راه متصله على ار كيف ما قلنا راه حتى حدوديه. فهمنا دابا هاد القضيه، الداله اف متصله على واحد المجال اي، اي عندنا هنا راه هو ار. دابا غنشوفوا الجي تكون متصله على واحد المجال جي، هاد الجي هادي تكون متصلة على هاد المجال جي. هنا هاد الجي هادي عندنا هي الجذر اكس، جذر اكس فين متصلة؟ قلنا قبيلة متصلة في اير بليس، هاد الشي راه كدوين عليه. اذا دابا شنو غيبقى لينا؟ غيبقى لينا ان نحسبو الصورة ديال هداك المجال اي. اي شنو هو عندنا؟ قلنا هو اير. الصورة ديال اير كيف ما قلنا قبيلة اير راه هي موال انفيني بليس لانفيني، يعني المجال مفتوح من الجهات بجوج، يعني كنديرو لا ليميت. غير هو حاجة اخرى، واش ليميت علاش ليميت درنا هنا في موال انفيني وهنا في بليس انفيني، علاش ما قلبناش اف؟ الا كانت تزايدية راه ما كنقلبوش الترتيب. هنا اف راه تزايدية، باش نفهمو تزايدية انا غادي نذكرها بشكل سريع، وغادي حتاج قلنا راه الشقاق والترتيب وداكشي غندوي عليه من بعد ان شاء الله. واخا هو راه هادشي هذا راه في سيزيام درتو، ولكن ماشي مشكل غندورو حنا هاد الاف نبينو كيفاش تزايدية. هاد الاف الا درنا لها الشقاق، الشقاق ديال الاكس اس 3 راه هي 3 اكس او كاري بلس الشقاق ديال اكس راه هي واحد، الشقاق ديال واحد الشقاق ديال العدد راه هو زيرو. هادشي هذا غنشوفو ان شاء الله من بعد. كيف ما قلنا المشتقة عطاتنا جوج اكس او كاري بلس واحد، هاد المشتق راه كبر من زيرو ديما. علاش؟ جوج مضروبة في اكس او كاري، اكس او كاري راه واحد العدد اللي غيبقى موجب ديما، حيتاش راه مرفوع او كاري مرفوع اس واحد العدد زوجي اللي هو جوج، زدنا عليه واحد واحد راه غيبقى عدد كبر من زيرو. هادشي كامل غيبقى عدد كبر من زيرو، يعني المشتقة راه كبر من زيرو. اذا كنقولوا انها الدالة اف تزايدية، يعني الا جينا نحسبو الصورة ديال المجال ار راه غنحسبو لي ليميت ديال اف دو اكس موال لانفينيت وفي بليس لانفينيت. الا درنا لي ليميت غنطبقوا العلاقات ديال لي ليميت راه كيف ما شفناهم في الحصص اللي قبل. هنا غنشدو الحالة ديال اكس، غنشدو اكس اس 3 لانه الاس الاكبر درجة هو هذا. هادشي هذا ما عندنا ما نديرو به. لا ليميت في موال انفيني، موال انفيني اس 3 قلنا موال انفيني اس واحد العدد فردي راه كتبقى موال انفيني، وبليس لانفيني اس اي عدد كيف ما كان راه كتبقى بليس لانفيني. يعني هاد الصورة ديال هاد المجال اير راه هي ديك الاير نفسه. الشرط محقق لان هاد الاير هادي هاد الصورة ديال هاد اير راه ضمن هاداك الاير نفسه. اذا هاد الاستنتاج اللي غادي نستنتجو هو جيغون اف متصلة على داك المجال اي. اي عندنا هنا راه هو اير قلنا، يعني شنو هي جيغون اف هنايا؟ جيغون اف راه هي اش، وحنا راه هي اش هي اللي بغينا نوصلو لها. اذا جيغون اف دو اكس
راها متصلة على المجال R. نشوفوا دابا مبرهنة ديال القيم الوسطية. هاد المبرهنة هادي غادي نحاولوا نشرحوها، وماشي ماشي مهم انك غادي تفهمها 100%، ولكن المهم انك غادي تفهم، خاصك تفهم النتيجة ديالها، حيت المبرهنة راها فيها كتعطي واحد النتائج، كتعطي نتائج اخرين. نشوفوا واحد النتيجة اللي خاصنا نفهموها، واللي من بعد غادي نخدموا امثلة عليها اللي كتحط في الوطني، كتحط عليها سؤال، غادي نفهموا كيفاش نولوا نطبقوا ديك النتيجة. دابا غنشوفوا المبرهنة شنو كتقول. كتقول الا كانت، وغنحولوا هاد الشيء هذا لواحد ميبيان، حيت باش تقدر تفهم غتفهم بميبيان. اذا كانت اف متصله على مجال ا بي، اول شرط متصله، فان لكل عدد حقيقي بيتا محصور بين العددين اف دو ا اف دو بي يوجد على الاقل عدد حقيقي ا الفا من المجال ا بي، بحيث اف دو الفا تساوي بيتا. هاد الشيء هكا قدر ما تفهموش، غنشوفوه بالميبيان. الا كانت عندنا اف متصله على واحد مجال ا بي، ها المجال ا بي هو هذا اللي بالاحمر، اف كي دايره، متصله ولا متصلاش؟ متصله. علاش؟ شو الشكل ديالها؟ كي غادي طالع، غادي غادي، هابط هابط، ما متقطعش، ما متقطعش في شي نقطه، يعني راه متصله على المجال ا بي. ها الشرط الاول، قالك فانه لكل عدد حقيقي بيتا محصور بين اف دو ا و اف دو بي. نشوفوا اف دو ا و اف دو بي ونشوفوا شنو محصور بيناتهم. ها اف دو ا كنسقطوا على المنحنى ونسقطوا هنايا، هذا هو المحور ديال الصور، هو هذا المحور ا فاصل. ها اف دو ا هي فين جات؟ نمشيو لبي، حتى هي ها بي نسقطوها هنايا، ها اف دو بي. اش قال لك؟ فلكل عدد بيتا محصور بين العددين اف دو ا و اف دو بي. ها شنو كاين في بين او اف دو ا و اف دو بي؟ هو هاد البارتي، هاد المقطع هذا هو داك هو هو فين كيكون بيتا. قال لك فانه لكل عدد بيتا بين هاد اف دو ا و اف دو بي يوجد على الاقل عدد حقيقي الفا من المجال ا بي، بحيث اف دو الفا اف دو كتساوي بيتا. نشدو واحد البيتا هنايا من هاد المجال، نسقطو على على المنحنى ديال اف، ونسقطو تاني على المجال ا بي. احنا لقينا الفا، ها الفا هاي اف دو الفا كتساوي بيتا، حيت الى درتي دابا ها الفا بغيتي تحسب لها الصوره، كتسقط على المنحنى ديال اف، فاش كتسقط هنا كتجي كتسقط على هذا المحور هذا ديال الصور، غتلقى بيطا كاينه هنايا. زدنا الى شفنا شي بيطا اخرى كاينه هنا تاني في هذا المجال، غنسقطو نسقطو 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 هنا، غنطلعو غادي نسقطو هنا، غنلقى واحد الالفا اخر. قلنا راه يوجد على الاقل عدد حقيقي، يعني راه يقدر يكون واحد، يقدر يكون جوج، يقدر، هنا راه كاينين بزاف هنايا، يعني الا شديتي واحد الفا هنايا راه كاين في ا دو في ا بي في المجال ا بي، ها هو. الا سقطتي على اف غتلقى الصوره ديالو فين محصوره، محصوره بين اف دو ا و اف دو بي. هذه المبرهنه راه غنشوفوا النتائج ديالها، اللي هي النتيجه ديالها اللي هي مهمه بزاف. اما المبرهنه هكا راه ما غاديش تخدموا بها كيف ما هي هكا، غتولي تخدموا بالنتيجه ديالها. نشوفوا النتيجه الاولى، وكاينه نتيجه اخرى هي الثانيه غنفهموها حتى مزيان. النتيجه الاولى اشنو كتقول؟ الا كانت اف متصله على ا بي، هنا راه غيتزادنا واحد الشرط اخر من غير انها متصله، غيتزادنا واحد الشرط ديال اف دو ا و اف دو بي صغر من زيرو. اش كيعني هذا؟ يعني اف دو ا تقدر تكون صغر من زيرو، ولا اف دو بي تكون صغر من زيرو، واحده فيهم تكون صغر من زيرو والاخرى تكون كبر من زيرو. فان المعادله اف دو اكس كتساوي زيرو تقبل على الاقل حلا الفا ينتمي الى المجال ا بي. غنفهموا هذا الشيء بالميبيان كذلك. ها ها بي ها المجال، ها اف دو ا، ها اف دو ا كبر من زيرو، ها اف دو بي صغر من زيرو، الضرب ديالهم هذا موجب هذا سالب، الضرب ديالهم صغر من زيرو. اذا هذا الشيء محقق، هذا الشيء الاولاني محقق، الاتصال كاين، ها الاتصال ها هو، راه ما متقطعاش. هذا الشيء كيعطينا ان المعادله اف دو اكس كتساوي زيرو تقبل على الاقل حلا الفا ينتمي الى المجال ا بي. شنو هي المعادله اف دو اكس؟ كتساوي صفر. نشوفوا شنو هي المعادله اف دو اكس كتساوي صفر. المعادله اف دو اكس كتساوي صفر، شنو هو داك الاكس؟ راه هو النقط، البلاصه اللي غادي تقاطع فيها المنحنى، المنحنى ديال اف مع هذا المحور هذا اكس، هذا المحور اللي على اليسار، هذا المحور الافقي هذا ديال الاراتيب، راه البلاصه هنايا هذه. هنا الحل ديال المعادله اف دو اكس كتساوي صفر، حيتاش علاش؟ اذا
هاد النقطة هادي إلا حسبنا لها الصورة ديالها اش غنلقاوها؟ كتساوي صفر. نزيدو تاني هنايا اف ديال الصفر، إلا بغينا نديرو لها الإسقاط على المنحنى اف ونشوفو الصورة ديالها نلقاوها صفر. نجو هنايا تاني، إلا بغينا نحسبو الصورة ديال هاد النقطة هادي راه زيرو، يعني فإن المعادلة اف دو اكس كتساوي صفر تقبل على الأقل حلا ألفا. شوف هاد الحالة شحال لقينا من حل، لقينا تلاتة اللي هو هاد الحل الأولاني، الحل التاني، الحل التالت. حتى هنا مزيان كيف ما قلنا، راه واخا ما تفهمش هادشي 100%، المهم غير تفهم غير واحد شوية ديال، ماشي مشكل، حيت غادي تفهم من بعد في الأمثلة، غادي تعرف غير طبق هادشي هذا، غادي تولي غير تكتبو غير واحد الريداكسيون غتولي ديرها، غتولي غير تحسب غير اف دو ا اف دو بي. الاتصال غتكون عرفتي تجاوب عليه حتى فهمناه من قبل. غادي تولي تستنتج هذاك السؤال اللي بغاوك توصل ليه، غادي تولي تفهمو. ونشوفو دابا النتيجة التانية اللي هي اللي كتخدم بزاف واللي هي اللي غادي تحتاجوها في الامتحان الوطني، هي هاد النتيجة هنايا. بغيتكم تركزو معاها مزيان باش نعرفو هاد القضية ديال هاد النتيجة هادي. اذا كانت اف داله متصله، الشرط الاول يعني الاتصال راه ديما رتيبه قطعا على مجال ابي. شنو هي رتيبه قطعا؟ يعني تكون هي تزايديه، تكون هي تزايديه هي تناقصيه، يعني ما تكونش طالعه هابطه. الحالات اللي قبل شنو داله غادا كطلع كتهبط كطلع تهبط، دابا غنشوفوها هي طالعه هي هابطه. والشرط الاخر ثاني ان اف دو اف و اف دو بي تكون صغر من صفر، يعني الصوره ديال هذيك اف دو ا والصورة ديال اف دو بي وحده فيهم تكون سالبه وحده اخرى موجبه. هادشي هذا شنو يعطينا؟ ان المعادله اف دو اكس كتساوي زيرو تقبل حلا واحد الفا ينتمي للمجال اب. قبيله راه لقينا في الحاله اللي قبل هنايا شنو لقينا؟ لقينا راه شي قال لك على الاقل حل الف، علاش ما ذاكرينش الرتابه؟ حيت هابطه طالعه هابطه. شحال لقينا من حل؟ لقينا الحل الاولاني، الحل الثاني، الحل الثالث. غنشوفوا دابا علاش غادي نلقاو غير حل واحد. المجال ابي هو هذا، الى حسبنا الصوره ديال اف دو ا، الصوره ديال اف دو ا نسقطو هنايا صغر من زيرو سالب، يعني الصوره ديال اف دو بي كبر من زيرو، الضرب ديالهم سالب في موجب راه سالب. هذا الشرط متحقق. الاتصال راه اول حاجه راه متحقق، ها هو لانه ما متقطعش فونكسيون، راه ما متقطعش ابي. الرتابه ثاني راه كاينه رتيبه، علاش؟ انها تزايديه على المجال ابي. كي غادا طالع طالع ما غاداش تطلع وتهبط. قال لك ان المعادله اف دو اكس كتساوي زيرو كتقبل حل واحد الفا ينتهي من مجال اب. شنو هو الحل اللي كاين هنا؟ راه هو هذا هو الصفر. شحال تقطعات لينا من مره، تقطعات مره واحده قطعات لينا هذا المحور اكس. في الامتحان الوطني غيبقاو يسولكم هذا السؤال، يعطوكم واحد مجال اب تكون دارس الاتصال ولا غادي تذكر الاتصال ديالو، الاتصال ديال الداله في هذاك المجال. غادي تحس غادي تبين الرتابه، غتكون ديجا دويت على الرتابه، غتكون في واحد السؤال دويت على الرتابه واش التزايد ديالو تناقص، غتكون جاوبت عليها. غتقول لهم بما انه تزايديه. الشرط الاخر اللي غادي تثبت ثاني هو الصوره ديال اف دو ا تحسبها والصوره ديال بي تي تحسبها، دير الضرب بيناتهم خاصو يكون سالب. فاش غيكون سالب غتستنتج ان داكشي اللي بغاك توصل ليه هو هذا. غيقول لك بين ان المعادله تقبل حل واحد الفا ينتمي الى المجال. فاش كيقول لك بين ان المعادله تقبل حل واحد ان فوا، غادي تشوف هاد اللعيبه هادي، غادي تفكر هاد النتيجه هادي، وغادي حتى غادي تدرس الشروط ديالك. غادي تحطهم اول حاجه الاتصال، ثاني حاجه الرتابه، ثالث حاجه الضرب ديال الصوره ديال ا والصوره ديال بي، خاص الضرب ديالهم تكون تحسبهم، الضرب ديالهم يكون صغر من زيرو. غادي تستنتج ليهم داكشي اللي بغاوك توصل ليه. هادشي هذا راه غادي نشوفوه في واحد الامثله ان شاء الله. وغير دابا غير كنعطيكم واحد الفكره باش تفهموا شويه الاتصال شنو تيعني، تفهموا كيفاش متصلة على نقطة ومتصلة على مجال. وإن شاء الله الحصص الماجين إن شاء الله غادي نقدروا، إلا شفنا هاد الدرس هذا بدا، إلا شفنا التلاميذ فهموه شوية مزيان راه غادي ندوزو لشي حاجة أخرى. إلا كان باقي فيه شي حاجة ما توضح راه غادي نحاولوا نوضحوها. غتخلوا لينا داكشي إن شاء الله في كومونتيرات وغادي نحاولوا نشرحوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.